ننتقل إلى مراسلنا في بغداد علي هاشم. علي، في الشق السياسي كان هناك كلام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كيف تفاعل الشارع إن كان داخل بغداد أو إن كان خارج بغداد مع هذا الكلام؟ بالنسبة لكلام الرئيس رئيس الحكومة نوري المالكي، يعني بطبيعة الحال كانت لديه مواقف هامة قالها، لكن لابد من إيراد أيضا كلام ورد منذ قليل لرئيس البرلمان المنتهي الصلاحية الأستاذ أسامة النجيفي، الذي تحدث عن ضرورة التغيير وتقديم التحالف الوطني لمرشح بديل لرئاسة مجلس الوزراء، وتحدث عن ضرورة تقديم برنامج حكومي يتضمن إصلاحات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ويحقق التوازن ويلبي مطالب المواطنين في المحافظات المنتفضة. إذن هناك استعمال لهذا التعبير المحافظات المنتفضة، يعني بشكل أو بآخر يعني يعطي وجهة نظر جديدة في هذا الإطار. حفظ حقوق المكونات وضمان شراكتهم الحقيقية في الحكومة، معالجة الأزمات والتفريق بين المواطنين أصحاب الحقوق وبين الإرهاب المتمثل بالقاعدة وداعش، وأن أي معالجة للوضع العراقي لا تتم بالقفز فوق الأسباب وإنما بتغيير الأمور بشكل جذري. إذن هذا موقف رئيس مجلس النواب يعني السيد أسامة النجيفي، وذلك بعد كلام الرئيس نوري المالكي. بطبيعة الحال اليوم يعني يبدو واضحا التراشق السياسي بين الطرفين بهذا الشكل. الرئيس المالكي حاول وضع الخطوط الحمراء التي يراها هو، واليوم أسامة النجيفي أو بعد ساعات أيضا أسامة النجيفي يضع الخطوط الحمراء الخاصة به. هذا يؤشر أيضا إلى تأزم الوضع السياسي أكثر فأكثر في ظل الوضع الأمني المتأزم أصلا، ويعني يعطي أيضا إشارة إلى أن محاولات تدوير الزوايا الجارية لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى أي نوع من تقريب وجهات النظر، وهذا ربما يعني سينعكس أكثر على الوضع الميداني بشكل سلبي. لكن يعني هناك بعض الأخبار الواردة من الميدان إضافة إلى ما قاله محمد كريم منذ لحظات، هناك أيضا كلام عن تمكن القوات العراقية بمساعدة الصحوات والعشائر من السيطرة على الطريق الذي يربط بين حديثة وبين مصفات منطقة بيجي، هي طريق طويلة وبين محافظتين. على ما يبدو فإن الجيش العراقي والصحوات ويعني العشائر تمكنوا من السيطرة على هذه الطريق، وتمكنوا بذلك من قطع أيضا طريق هام بالنسبة للإمدادات إلى نقاط معينة تستعملها داعش للانطلاق فيها هجمات ضد الجيش العراقي وضد المدن المحيطة بها. نعم، إذا علي ابقى معنا، سوف ننتقل الآن إلى غزة وتحديدا إلى مراسلنا أحمد غانم. أحمد، ما يجري في الشارع الفلسطيني اليوم تحديدا في القدس، كيف يتفاعل في غزة، وهل من ردود فعل حوله؟ وأيضا كان هناك إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟ نعم دينا، أبدأ معك من حيث انتهيت أنت. الصواريخ المقاومة الفلسطينية لم تتوقف منذ أمس، حيث مضت الليلة الماضية على خير على عكس ما توقع سكان القطاع، حيث كانوا يتوقعون بدء حفلة ليلية كما يسمونها، حفلة ليلية مليئة بالقصف على مواقع المقاومة الفلسطينية والأراضي الفارغة من المضمون كما يسمونها. يعني هذا يدل كما قال سكان قطاع غزة على ربما انتهاء أو فراغ إسرائيل بالكامل وانتهاء بنك أهدافها في قطاع غزة، وأنه ليس لإسرائيل أي خيار بتوسيع المعركة في غزة. على كل حال اليوم أكثر من 17 صاروخا أطلقته المقاومة الفلسطينية وفقا لمصادرنا، بالإضافة إلى 7 قذائف هاون أطلقت على معبر كرم أبو سالم، وكذلك شعار هنيجب في طبعا في المستوطنات المحيطة لقطاع غزة. مضى اليوم أيضا هادئ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لم يسجل أي اعتداء إسرائيلي بالمطلق، سوى أن سكان قطاع غزة استيقظوا هذا اليوم على الفاجعة التي ارتكبها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي شعفاط، حيث اختطف الطفل أحمد أبو خضير وطبعا قتلوه وحرقوه. هذا طبعا سبب فاجعة، وربما كان بمثابة الفاجعة على سكان قطاع غزة الذين تمنوا أن تكون المقاومة الفلسطينية على قدر المسؤولية وتضرب في العمق الإسرائيلي، لتكون هنالك رسالة واضحة بأن غزة كجنين وغزة كمدينة القدس المحتلة، وأن المقاومة تقف إلى جانب
سكان أو إلى جانب إخواننا في مدينة شعفاط المحتلة. كان هنالك كثير من المواقف أبرزها كان لحركة حماس دينا التي حملت المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي وقالت أن هذا تصعيد خطير ربما يستهدف إلى التطهير، إلى حملة تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، واستكمالا ربما للمشاريع الاستيطانية التي تسعى إلى قتل الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الفلسطينيين، وقالت بأن سكوت المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل هو يعطيها المبرر للاستمرار في مثل هذه الجرائم، كما وجهت دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ قرار أو لاتخاذ موقف واضح مما يحصل في مدينة القدس المحتلة بدلا من الإدانة والاستنكار، وقالت أنه لابد من وقف التنسيق الأمني. الجبهة الشعبية بالمقابل قالت أنه يجب أن تشكل لجان شعبية لمواجهة المستوطنين في الضفة الغربية بسبب ما يقومون به منذ فترة طويلة جدا من اعتداء على الناس، من تجريف للإراضي وقطع لأشجار الزيتون وفرض واقع ديموغرافي جديد. هنا يعني الفصائل الفلسطينية الأخرى كالجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي قالت بأنه لابد من الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ طبعا القدس المحتلة من أراضيها. البعض اعتبر بأن جريمة مدينة القدس المحتلة تأتي بعد يعني الغليان الإسرائيلي نتيجة اكتشاف مقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة القدس المحتلة، وأن إسرائيل الآن في حالة هذيان وغليان. ربما أرادت إسرائيل أن ترد الضربة ضربتين لكنها لم تعلم أو لا تعلم نتائج. الجميع هنا يتوقع بأن تكون القدس المحتلة أكثر اشتعالا خلال الأيام القادمة، وهم يأملون بأن تكون حادثة اغتيال أو حادثة اختطاف وقتل الطفل أبو خضير بمثابة نواة الانتفاضة الثالثة تكون أو يكون مصدرها القدس المحتلة. نعم. كما كانت ملهمة سابقا القدس في كل المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. دينا، هذا حتى اللحظة كل مواقف فصائل الفلسطينية التي أكدت على جاهزيتها للتصدي لأي عدوان ضد قطاع غزة، وأنها لن تكون بمعزل عن أي مواجهة في حال أرادت إسرائيل أن تصعد الأمر في مدينة القدس المحتلة أو استمرار أو في حال استمرت العملية في مدينة الخليل. طيب أحمد، ابقى معنا، سننتقل الآن إلى مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، كنت تتحدث منذ قليل عن أنه كان هناك دعوات إسرائيلية لاستهداف المزيد من الفلسطينيين، لو حدثنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. إذن يبدو أن الاتصال انقطع مع مدير مكتب الميادين ناصر اللحام. سنعود إلى هناء محميد. هناء، نعم دينا، هناء، المشهد لديك كيف هو الآن؟ المشهد هنا على حاله دينا، يعني حالة مواجهة مستمرة، الشبان لا يكلون أبدا كما يبدو، يعني هم عازمون على التظاهر على مواجهة قوات الاحتلال بالحجارة بصدورهم العارية بكل ثمن. يعني ربما يعني في هذه الأثناء نحن لا نشاهد يعني تجمع أو تجمهر شبابي كبير في الشارع، لأنه بعد توسيع رقعة المواجهة ويعني انتشار قوات الاحتلال أيضا في الأحياء، يعني في بعض الأزقة هنا المحيطة لهذه المنطقة، ومحاصرة الشبان من جهتي الشارع، يبدو أن الشبان أو عدد منهم، قسم منهم، اختار أن يستتر أو أن يحمي نفسه بين البنايات وفي الأزقة. حاليا يعني المواجهة مستمرة، تشتد ومن ثم تهدأ، وهكذا هي الحال منذ ساعات طويلة. نعم هناء، نحن إذا نتابع معك هذه المشاهد مباشرة من حي شعفاط في القدس المحتلة. ذكرت بأن المواجهات اتسعت رقعتها، امتدت إلى أحياء أخرى، ذكرت بأن بلدة العساوية أيضا تشهد الآن مواجهات أو شهدت منذ قليل مواجهات. هذه القرية يعني تتكرر فيها المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ذكرت بأنه عدد الإصابات تخطى 60 إصابة حتى الآن جراء هذه المواجهات. هناك إصابة أحد الشبان بعينه، يعني ما يدل على أنها يعني إصابة خطيرة. أيضا هناك إطلاق رصاص حي على الشبان الفلسطينيين المحتجين. هنا ابقي معنا. سيادة العميد لاس فرحات، كنا نتحدث في الشق الفلسطيني، لكن الآن في الشق العراقي كنت تتحدث بأن لديك معلومات حول تسليح أكثر أو ارتفاع مستوى التسليح لدى الجانب العراقي. ممكن تعليق على الوضع الفلسطيني؟ نعم تفضل. بسيط بسرعة.
هنا في نقطتان في الوضع الفلسطيني. الأولى الانتفاضة تحصل في مدينة القدس. نعم. وهي عادة ولهذا الموضوع خصوصية معينة جدا عند الجانب الإسرائيلي والجانب العربي والفلسطيني تحديدا. النقطة الثانية هي شعور إسرائيل بمحدودية القوة لديها. أي وهذا ما أدى إلى الخلاف في مجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي وأدى إلى ما قاله مدير المكتب ميادين عن دعوات على الفيسبوك. هذه يعني أول مرة تحصل في إسرائيل دعوات جنود على الفيسبوك من أجل استهداف ما يعني أن هناك محدودية القوة لإسرائيل شعرت بها القيادة التي لا تريد أن تنجر بحرب ولا تريد أيضا أن تترك موضوع مقتل المستوطنين الثلاثة دون أي رد فعل. ننتقل إلى العراق. يعني في العراق تأكد وصول 5 طائرات سوخوي سو 25 انضمت إلى 5 السابقة أصبح العدد 10 وسجل تحليق لهذه الطائرات في أجواء العراق. نقطة. نقطة ثانية هي كشف مصدر روسي عن وصول طائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي 28 ومي 35 وهي طائرات تشبه طائرات الأباتشي التي تباطأت الولايات المتحدة في تسليمها إلى العراق رغم عقد صفقة ودفع ثمنها من قبل الحكومة العراقية ولم يصل منها شيء حتى الآن وهناك وعود في بعد 6 أشهر لكي يصل قسم منها. هذا الموضوع التسليح أيضا هناك في موضوع التنظيم أيضا صرنا نرى في الأخبار الأمريكية اعترافا بأن هناك مستشارين أمريكيين وهناك أيضا مستشارين إيرانيين موجود لدى القوات العراقية وهذا يعني له ميزة خاصة عندما يصدر في الإعلام الأمريكي وفي الأخبار الأمريكية أي هناك إقرار أمريكي بدور إيران على الأقل الاستشاري مع القوات المسلحة العراقية. موضوع الأعمال العسكرية طبعا هناك أعمال عسكرية قصف طيران في منطقة الموصل وفي مناطق قرب طوز خرمات وفي كركوك وفي مناطق أخرى أيضا هذا يعني الهدف منه هو مشاغلة داعش وأبقائها في وضع الدفاع ووضع إعادة ترتيب نفسها بدلا من أن تندفع نحو مشاريع أخرى نحو الأمان في باقي المحافظات العراقية. كما أن هناك أيضا في العراق بدأت يعني الفيدرالية تظهر يعني مثلا محافظة بادل تمنع المنتجات السعودية من تداولها داخل المحافظة ومحافظة واسط تقوم بأعمال استنفار ومحافظة ميسان تطوع أبناء الشهداء الذين قتلوا في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. يعني بدأت يعني أمور الفيدرالية تطغى على السلطة المركزية في ردود فعل المحافظات وهذا أمر له إيجابياته وله سلبياته أيضا. في موضوع الخبر العسكري المهم هو الذي ذكره المراسل الميادين في بغداد وهو السيطرة على الطريق بين الحديثة وبيجي. دعني أذهب إلى الخريطة. نعم تفضل. الواقع أن ما تحدث عنه المراسل هو حديثة هي على نهر الفرات. نعم. حديثة على نهر الفرات وبيجي هي في منطقة صلاح الدين شمال تكريت. هذه الطريق التي قال أن سيطرت عليها الحكومة العراقية القوات الحكومية هي معنى ذلك أنه قطع الاتصال بين محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين لداعش. أصبحت داعش معزولة في كل من المحافظتين. يضاف إلى ذلك احتلال منطقة في جبال حمرين منطقة العظيم التي قطعت ديالة عن صلاح الدين أيضا وهذا يدل على وجود خطة عمليات واضحة لعزل داعش من الأنبار إلى صلاح الدين ومن ديالة إلى صلاح الدين. كما أن هناك أخبار عن فرار مجموعات من داعش من تكريت إلى قرى مجاورة قامت العشائر بطردهم بالتنسيق مع قوات الجيش. يعني بدأ نوع تخلخل وضع داعش وبدأت بالتراجع خصوصا مع استمرار الضربات الجوية عليها. موضوع لا زال ملتبسا هو موضوع العلاقة بين الأكراد وداعش. أحيانا نرى صدمات وأحيانا نسمع كلام عن موقوفين أكراد عند داعش واحتجازين وكما قال مراسلكم أيضا من الموصل عن مهاجمة الأكراد الشبك وقصفهم بالهاون.
أيضا هناك لا تزال ملتبسة، يبدو أن قيادة إقليم كردستان تريد أن تتوازن بين حماية الإقليم من داعش وعدم الدخول في حرب معها بشكل كبير. نعم. طيب سيادة العميد، ما ذكرته حول محاولات عزل داعش، بالضبط اليوم في أي من المناطق داعش نستطيع أن نقول أنها معزولة يعني، وأي من المناطق تسيطر عليها داعش؟ هي لا شك تسيطر على محافظة نينوى والأنبار. اليوم بعد احتلال الطريق بين الحديثة وبيجي أصبح هناك عزل بين نينوى والأنبار. ليس عزلا نهائيا، لأن الأنبار متصلة بسوريا من القائم إلى البوكمال ودير الزور، يعني هذا موضوع آخر. ثم موضوع ديالى، هناك سلسلة جبال حمرين تأتي من إيران إلى ديالى وصلاح الدين ومنطقة العظيم، قطعت إمدادات داعش من صلاح الدين إلى ديالى، وهذا مهم جدا في منع داعش من المناورة بالقوات، أي نقل قوات من تكريت أو من صلاح الدين إلى ديالى أو بالعكس، أو نقل قوات من صلاح الدين إلى الأنبار وبالعكس. نعم. طيب سيادة العميد ابقى معنا، الآن سوف ننتقل إلى الدكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية. دكتور معتز، كقراءة لتصريح رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اليوم وأيضا إلى جانبه في الموازاة لرئيس البرلمان أسامة النجيفي، قراءة أولية في هذين التصريحين. بالبداية تحياتي لك ولضيفك الياس سحاب ولكافة الأخوة المشاهدين الأعزاء في الميادين. الياس فرحات. والحقيقة كان الخطاب الياس فرحات العظيم. كانت هنالك يعني خطاب هادئ من قبل السيد المالكي، خطاب الأسبوعي كل أربعاء، وهنالك يعني ما يسمى بالحوار الشجن ما بين الأطراف السياسية الأخرى التي حضرت يوم أمس قمة البرلمان ولم تتفق على اختيار على الأقل رئيس البرلمان والنواب الاثنين. نعم. هنالك إشكالية وخيبة أمل في الشارع العراقي من هذا الحضور المكثف، كان 255 برلماني حاضر ولكن لم يتفقوا وتسارعوا في الخروج من القاعة وبدأت المشاكل والمشهدات الكلامية بين أطراف كردية وأطراف عربية. هذا ضعف المصداقية في الشارع العراقي لدى البرلمانية الذي انتخبهم قبل أسابيع، وأدى إلى حالة من الانكسار في الصحافة العراقية وكذلك في الإعلام العراقي. نعم. هنالك رأي في الشارع العراقي يجب أن يتجه البرلمان للخلاص من الهم الأمني، يعني يتجه إلى إدارة الملف الأمني إدارة جيدة، ويأتي المناخ الجيد من خلال اتجاه السياسيين نحو مسك الأمور العسكرية والأمنية باتجاه توحيد البلاد وإعادة زمام الأمور في محافظات تم خلائها من قبل الجيش العراقي والشرطة العراقية كمحافظة الموصل وكركوك وتكريت. هذا هو هم الشارع العراقي، ولهذا اتجه الخطاب النجيفي وطير وكذلك السيد المالكي الى تهدئه الامور باسلوب جديد يختلف عن السابق، واكد السيد المالكي في نهايه حديثه على انبثاق مديريه خاصه للمتطوعين، يعني ما يسمى بالمتطوعين هنالك تقنين باستيعاب في المستقبل باسم مديريه للمتطوعين شكلت حديثا تحت اداره الملف الأمني وإدارة الملف العسكري. نعم. هذا مطلوب جدا حتى نخلص من هذا الهم الكبير جدا، ونخلص كذلك من اتهام بعض الأطراف السياسية للمتطوعين بأنهم جايين من فئة معينة أو مذهب معين باتجاه محاربة على وزن الطائفية أو وزن افتعال الأزمات في الخارج وفي الداخل. هذا ما يؤكد حرص الحكومة وحرص كذلك بقية الأطراف على أن تشكل دائرة من الدوائر المهمة جدا كما موجود في كل دول العالم تشرف على إدارة المتطوعين وتدريبهم وتسليحهم ومن ثم زجهم بالمعارك التي يحتاجها الجيش العراقي وليس في كل المعارك الموجودة حاليا على الساحة، لأن قدرة المتطوع هي قدرة وإمكانيته في التسليح هي إمكانية محدودة، لا يملك قوة التدريب ولا يملك قوة إدارة المدفع أو إدارة العجلة، ولكنه يتمكن فقط في حمل السلاح
وكذلك حمل السلاح يكون زماني أو مكاني حسب الحالة المتوفرة عندي. لكن دكتور معتز في كلام السيد الملك المتعلق بكردستان، كيف نقرأ هذه التصريحات وهذه المواقف من قبل الملك اليوم؟ هنالك يعني انباء متضاربه على الموقف في اقليم كردستان، وكذلك التصريحات من قبل السيد مسعود البرزاني واطراف اخرى كرديه. هنالك اطراف كرديه بقيت في بغداد تنتظر مساله حضورها وكذلك اتفاق على رئيس الجمهوريه. هنالك اكثر من اسماء مطروحه من قبل الجانب الكردي لتسميه رئيس الجمهوريه ونوابه، كذلك هنالك اسماء مطروحه من قبل السيد النجيفي عندما شكل التشكيله ست اطراف سنيه شكلت جبهه موحده للدخول في البرلمان تحت مسمى سني لتشكيل البرلمان واداره البرلمان. كل هذه المسائل حددت في خطاب التهدئة. يعني في رايي يعني يجب ان تكون كافه الابواق الاعلاميه حاليا متحده على تهدئة خاصة لكون المناخ المتشنج لا يفيد روح المصالحة ولا يفيد كذلك روحية العراقي في هذا الجو الساخن. نحن في شهر تموز والجو الساخن يؤثر على حتى مشاعرنا ومداخلنا وكذلك حتى لغة الحوار الموجودة تحت المكيفات، ولهذا نجد أن يشعر كل عضو برلمان أن الحالة الطبيعية يجب أن تكون حالة هادئة، يجب أن سودها الوئام وسودها حب المصلحة الوطنية وليس حب الانفراد بالسلطة أو الانفراد بالكرسي. هذا ما يجب أن نمارسه كحياة برلمانية وحياة سياسية، ونبتعد عن روح المشاحنة والتساق التهم وتسقيط الشخصيات. مع الأسف جدا هنالك بعض البرلمانيين لا يفهمون بلغة السياسة ولا يفهمون كذلك لغة التحليل، فقط التشهير والتسقيط هو لغتهم الموجودة في الإعلام ولغتهم موجودة في التصريحات، وهذا هو ما ينطلي على بقية الكتل ويعزز مبدأ التناحر والتنافر بين الأطراف. هذه المسألة في اعتقادي هي مهمة جدا في الوقت الحاضر، يجب أن تأخذ على عاتقها المؤسسات الدينية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات الإعلامية وكذلك مؤسسة البرلمان التي تؤدي غاية من غاياتها في الوقت الحاضر. نعم، إذا دكتور معتز محيي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية حدثنا من بغداد، شكرا لك. الآن ننتقل إلى مراسلنا في محيط الموصل أربيل محمد كريم. محمد، كلام رئيس الوزراء العراقي اليوم حول رفض ضم أي من المناطق المتنازع عليها وأيضا حول رفض إعلان أي استفتاء داخل كردستان حول استقلال أو انفصال الإقليم، هل من رد داخل كردستان على هذا الكلام؟ نعم، بالتأكيد كانت كلمة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لها وقعها هنا في إقليم كردستان وتحديدا لدى رئيس الإقليم، وكذلك بعض السياسيين هم لم يردوا على الكلمة بشكل مباشر، بل هم أكدوا أنهم ماضون في تطبيق المادة 140 الخاصة بحق تقرير المصير بمصير كركوك تحديدا وكذلك المناطق المتنازع عليها. أيضا صدرت تصريحات من بعض السياسيين برفض الانسحاب او سحب قوات البيشمركة الكرديه خصوصا من المناطق المتنازع عليها ذات الاغلبيه الكرديه، ونحن نتحدث هنا ليس فقط على نطاق كركوك بل هنالك مناطق اخرى تابعه كذلك لمحافظه صلاح الدين، محافظه دياله، هنالك تحديدا ايضا اقضيه جلولاء في ناحيه قرتبه، كل هذه المناطق الواقعه شرقي بعقوبه وصلت قوات البيشمركة الى هذه الحدود، وبالتالي هنا المصادر الرسميه تؤكد رفضها بشكل قاطع سحب القوات الكردية من هذه المناطق وتعتبرها مناطق كردية وهي تحت حماية حكومة إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك أيضا الرئيس الإقليم مسعود بارزاني قبل قليل بعث برسالة إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني إلى النجف يطالبه يعني يدعوه فيها إلى التدخل بشكل شخصي لإنهاء هذه الأزمة. نحن نتحدث هنا عن ليست أزمة داعش والوضع الأمني، هو يتحدث البرزاني في رسالته يشير إلى حجم المشكلة ما بين بغداد وأربيل وتحديد
تحديدا مواقف الحكومة العراقية إزاء هذه الأزمة. وبالتالي هنا الأكورد يفضلون أو يعتبرون أن الحل السياسي هو يجب أن يرجح بدلا عن الحل العسكري وبدل هذا التصعيد ما بين بغداد وأربيل. وبالتالي هم أيضا سار الحديث باتجاه آلية تشكيل الحكومة، سار الحديث باتجاه تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المالكي من عدمها. كل هذه الأمور يرون هنا الكرد في إقليم كردستان أنها عوامل أساسية بنظرهم لأسباب هذه الأزمة، سواء كانت الأمنية وتداعياتها بسبب الأزمة السياسية. وبالتالي هم يرفضون كما ذكرت لك عملية الانسحاب من كركوك في تحدي واضح على ما يبدو لكلمة رئيس الوزراء التي تحدث فيها عن أن المادة 140 يعني مرحب في تطبيقها، لكن هنا يعتبرون أن المادة بالفعل جددوا التأكيد على أن المادة هي انتهت بعد دخول قوات البشمركة، ولم يبقى إلا إجراء عملية الاستفتاء في هذه المناطق من أجل تقرير أن يقرر أهالي تلك المنطقة بقائهم ضمن عراق موحد أو ضمن بغداد كحكومة مركزية أو انضمامهم إلى أقليم كردستان ويصبحون تحت يعني إدارة حكومة أقليم كردستان وتحت إدارة عاصمتها في أربيل. بطبيعة الحال هذه الردود حتى هذه اللحظة وإن كانت لا تتضمن ردودا رسمية لكن هي فقط إشارات اتجاه هذه الرسالة، لكن على ما يبدو أن بالفعل الكرد لم يحركوا قواتهم خارج هذه المناطق بل هم عززوا وجودهم في تلك المناطق وقاموا بإقامة يعني نقاط عسكرية ثابتة في المناطق المتنازع عليها وخصوصا على أطراف كركوك المجاورة والملاصقة لمحافظة صلاح الدين وكذلك الملاصقة لمحافظة نينوى. نعم محمد ابقى معنا. لكن في كل الأحوال كان رئيس الحكومة العراقية نور المالكي انتقد تصريحات رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني بشأن المادة 140 مشيرا إلى أن المادة دستورية ولم تنتهي وحذر من أي خطوة لتنظيم استفتاء لاستقلال أقليم كردستان. المادة 140 لم تنتهي، مادة 140 دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها الدستورية وعليها أن تمضي وفق السياقات الدستورية وما تنتهي إليه أهلا وسهلا. مناطق متنازع عليها لا يمكن أن يقال حسمت المادة 140، لم تحسم مادة 140. وهكذا مجموعة من التصرفات والتصريحات التي منها بأننا سنستفتي على إقامة دولة مستقلة. أولا أنا أنبه الشعب الكردي المظلوم المضطهد بأن هذا يضر بكم وسيلقي بهذا الإقليم في متاهات لا تخرجون منها. ثانيا أنتم اخترتم وبنص الدستور أن تكونوا جزءا من العراق الذي نظامه ديمقراطي اتحادي فيدرالي وأنتم فيدرالية أصبحتم ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير. إذن بعد هذه الكلمة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي نعود إلى فلسطين المحتلة لنسأل عن آخر التطورات هناك تحديدا إلى مدير مكتبنا ناصر اللحام. ناصر كنت تتحدث في رسالة سابقة عن دعوات توجه عبر الفيسبوك لاستهداف فلسطينيين أو أيضا لقتل فلسطينيين، لو حدثنا عن تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. الحديث دينا ليس عن قتل فلسطينيين بل عن إبادة جماعية. حين نتحدث عن جنود باللباس العسكري وحين نتحدث عن آلاف في حملة على الفيسبوك الدم مقابل الدم وصورة لجندي عسكري يحمل السلاح الإسرائيلي باللباس العسكري وكتب تحتها باللغة العبرية اسمحوا لنا أن نرشهم بالنار وأن ننتقم منهم. هناك مجندات وجنود بالآلاف في هذه الحملة سنفصلها لاحقا في خبر منفصل. حملة كاملة تحت عنوان الدم قبل الدم وأن نرشهم أي أن نبيدهم. هذا يعيدنا إلى أجواء الهجناء قبل 48. ما نشهد اليوم من عملية تحريض وعملية ترانسفير وعملية الدعوة لقتل جماعي عملية نسف البيوت بالديناميت هذا يعيدنا لفترة ما قبل 48. وأنا أقول في أنه إذا استمر هذا التحريض الإسرائيلي ليس ما تقوله إسرائيل بوزارة الخارجية دينا ليس ما يقوله رجال الشكر والنساء اللطيفات بل ما يقوله الإسرائيليون باللغة العبرية على صفحاتهم وعلى صفحات أحزابهم والمستوطنين واضح تماما أنهم يحشدون للاصطدام الكبير حيث انهيار عملية سياسية في حال أنه تخطت إسرائيل هذه الخطوط الحمراء وبدأت فعلا كجيش وشرطة بتغطية اعتداءات المستوطنين. هذا سيؤدي إلى منقلب جديد وحملة جديدة. ونحن نتحدث الآن عن آلاف باللباس العسكري وليس عن مستوطن حاقد يجلس في رأس جبل بعيدا عن المؤسسة العسكرية.
نعم ناصر. لأن الأجواء في الضفة الغربية ترقب ومتابعة بانتظار أن تقول شوفات كلمتها بعد أن تصدر التقارير الرسمية عن عملية استشهاد الشاب والتحليلات الرسمية. والحقيقة أنه الساعات حبلى بأية مواجهات على نقاط الاحتكاك طالما العدوان الإسرائيلي مستمر. في حال أعلنت إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية هذا قد ينزع الفتيل المواجهة مع جريمة الاختطاف والقتل والإحراق واستمرار العمليات العسكرية. هذا سيؤدي إلى صب المزيد من الزيت على النار ولا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور ولا في أي منطقة. لكن واضح تماما الفلسطينيون بعد عملية الغدر وعملية اختطاف الأطفال وقتلهم في وسط العاصمة المحتلة بالتأكيد أخذوا احتياطات مختلفة تماما عما كانت يوم أمس. نعم. طيب ناصر ابقى معنا، سننتقل إلى غزة ومراسلنا أحمد غانم. أحمد، يعني منذ تقريبا الأسبوعين كان هناك ربما نوع من التحذيرات داخل قطاع غزة لأي عدوان إسرائيلي محتمل على القطاع. اليوم هل تزداد الهواجس بخصوص تنفيذ عدوان إسرائيلي على غزة؟ نعم دينا، بكل تأكيد. نعم ما قلت، هذا ما يحدث فعلا ربما في قطاع غزة. الجميع هنا ينتظر ربما الساعات القادمة وما تحمله من مخاطر أو ما تحمله من أخبار. إسرائيل بالعادة كما يقول سكان القطاع لا يؤمن جانبها، وهي حينما تقول أنها ستشن حرب على غزة لا يعني أنها تقولها بالمجان أو من باب الحرب النفسية أو من باب التهديدات المحضة فقط لمجرد الحديث في وسائل الإعلام. وإن كانت تستخدم الحرب النفسية في صراع أو استخدمت الحرب النفسية في صراعها مع الفلسطينيين طويلا. أنا أشدد أن سكان القطاع بالفعل من خلال حوارنا معه ومن خلال اطلاعنا أو يعني جولاتنا في الشارع الفلسطيني هم ينتظرون بالفعل حرب موسعة. نحن نتحدث عن مقاومة فلسطينية على مدار الأيام الماضية، الصواريخ منذ الصباح لم تتوقف بل ومنذ الأمس، وطريقة إسرائيل في ردها أول أمس بعد اجتماع الكابينت الساعة 8:30 للرد على بعد اكتشاف المستوطنين الثلاثة ينبئ الفلسطينيين أو تحديدا الفلسطينيين في غزة بأن هنالك ثمة مخطط ربما لتدمير غزة مجددا بعد التصريحات التي اتهمت حماس بأنها تقف خلف خطف هؤلاء المستوطنين وقتلهم، وإن لم تكن إسرائيل بالفعل قد يعني علمت أو قد حصلت على معلومات تؤكد أن حماس كانت وراء عملية الخطف. بالتالي الأجواء مهيئة نفسيا تماما، أنا أؤكد لك ذلك. الجميع هنا ينتظر الساعات القادمة وما تحمله من مخاوف من إمكانية شن إسرائيل عدوان على غزة. الصحة نتحدث عن الصحة سيدتي هنا، الصحة وزارة الصحة أعلنت الاستنفار منذ العدوان الأخير، 40 غارة التي شنتها الطائرات الحربية العنيفة والتي كانت الأقوى يعني ربما منذ بدء العدوان على غزة منذ أكثر من أسبوعين منذ عملية الخليل. الداخلية وزارة الداخلية في غزة أيضا هي تعمل بنص طاقتها دينا. يعني الحالة كلها هنا مهيئة، الجميع ينتظر يعني ويسألون أين الدور الفلسطيني، دور الفلسطيني الرسمي. حتى اللحظة لم يتوجه رئيس الفلسطيني ربما لمؤسسات الدولية أو للأمم المتحدة ليرسل طلب للأمم المتحدة بضرورة وقف إسرائيل عند حدها. وبالتالي المطالبات تتزايد وبالمقابل المخاوف تتزايد. نعم. طيب أحمد ابقى معنا لو سمحت. أحمد ابقى معنا، يبدو أن هناك تطور لدى مدير مكتب الميادين ناصر اللحم. ناصر ماذا لديك؟ تفضل. نعم، على كل حال من الأحوال لدي خبر أولي نتأكد منه الآن. طعن مستوطنين في القدس، سنحاول الحصول على مزيد من المعلومات. وأيضا تسرب لنا من الكابينيت الإسرائيلي بأنه موشي يعلن، وزير الجيش الإسرائيلي أعلن موقفه ضد أي هجوم عسكري كبير على قطاع غزة، وهذا تطور كبير. بمعنى آخر وزير الجيش الإسرائيلي يعلن ضد الحرب على قطاع غزة، وهذا يحسم، هو ممثل للمؤسسة العسكرية. أيضا لدينا معلومات وسنتأكد من الطواقم بأن المواجهة امتدت من شفاط وبيت حنينة إلى حي العيسوية وهي القرية المظلومة، البلدة الصامدة أيضا المجاورة، وهناك مواجهات أيضا هناك. نحن نتابع ونتأكد. لكن ناصر بخصوص المعلومات حول مستوطنين، ما هي تفاصيل هذه المعلومات؟ نحن بلغنا إشارة الآن من المواطنين
بأنه هناك احتمال بأنه مستوطنين تعرضوا للطعن في منطقة باب العمود. نعم. نحن نتأكد من المعلومة أكثر دينا. نعم. إذا ناصر لحام بكل أحوال نحن مستمرون معكم في هذه التغطية حول تطورات الأحداث في فلسطين وأيضا في العراق، لكن سيكمل معكم هذه التغطية الزميل كمال خلف، ابقوا معنا.